إذن يعني هذه الازدواجية الحكومية في التعاطي مع موضوع كورونا في الوقت اللي بقول لك بأنه البلاغ 46 وأوامر دفاع في الوقت الذي يضيق على المواطنين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، هو نفس الوقت الذي نشهد فيه حفلات فنية صاخبة. هل آن الأوان لوقف العمل بقانون الدفاع؟ معنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ صالح العرموطي النائب في البرلمان. أبو عماد مساء الخير. حياك الله أخي حاتم، يا مرحبا. أهلا أهلا، تحياتي. يعني الآن هل تعتقد بأنه آن الأوان للوقف وقف العمل بقانون الدفاع؟ والله شفت أقول لك آن الأوان، يعني آن الأوان لرحيل الحكومة. هذه الحكومة اعتدت على حقوق المواطنين وحريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم، وخالفت الشرع الحنيف وخرقت القانون وخرقت الدستور وعدم احترام إرادة المواطن، تقدم على ارتكاب جريمة يا رجل. أنا وصفتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. تصدر أوامر دفاع بموجب قانون الدفاع اللي أنا طلبت بإلغاءه من اليوم الأول. تصدر أوامر دفاع بالابتعاد بالمساجد ومراقبة المساجد ووضع كاميرات وفش تلاصق بينما يتم التلاصق والكتف بالكتف والميلان وكذا في مهرجانات، لا برضى عنها الله ولا المواطنين، ولا برضى عنها أخي حاتم أرواح 10,000 شهيد كورونا ومئات الألوف الذين أصيبوا، والبلد بتمر بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية. جمعوا كل مغنيين الدنيا وجمعوهم في الجرش، جمعوهم ونقلوهم في طيارات وإحنا مش لاقين نوكل، وفي العقبة بالأمس شفت وقالوا في تباعد ولم يكن هناك تباعد، الناس فوق بعضها، خروج على القانون وقانون يعني هذا بحد ذاته يعني تحدي سافر للقوانين لإرادة المواطنين ولخلق الدستور. بعدين أنا لما أنا ازدواجية معايير اليوم، الفقراء اللي من حاط الكمامة مش رافعها على فوق منخاره بتخالفه، المنشأ اللي بفوت عليها والشخص اللي دخل خالف بخرمه لألف لثلاث آلاف ومن إغلاق المؤسسة. المطاعم الشعبية يا حرام انت تخلقها وتقول لازم 5 ولا 10 ولا ما شابه ذلك، بينما بتخلي 10,000 وال20,000 يتواجدوا في مكان واحد وبتمايلوا يمين وشمال، ومن هي الجهة المولتهم؟ من هي الجهة المولتهم؟ أليس هناك قرار رشيد وحكيم يوقف هذا الأمر؟ صاحت الدنيا، لا احترموا مجلس النواب ولا احترموا إرادة الشعب ولا احترموا موقف عام نرفض رفضا قاطعا، والان اصلا اوامر الدفاع اللي من شانها تعطل القوانين وتوقف العمل بالقوانين وتعطل السلطات الثلاث وحتى الحكومه تعطلها، ويصبح القرار بيد رئيس الحكومه. مبدا الفصل بناء الدوله يا سيدي يقوم على مبدا الفصل بين السلطات، لان مبدا الفصل بين السلطات صيانه للحريه ومنع من الاستبداد. تركيز السلطه لا يكون إلا في حكومات الدكتاتورية التي تتعامل مع الشعب بالإرهاب والدكتاتورية. لا يجوز بقاء هذا القانون، ولعلمك إنه قانون الصحة العامة يعالج كل أمر الوقاية من وباء الكورونا. طيب أبو عماد هون في سؤال، إذا كان قانون الصحة العامة يمكن أن يستعاض عنه الآن عن أوامر الدفاع وقانون الدفاع، ولكن إحنا عارفين بأنه الموضوع مش فقط صحي، في أبعاد مالية، هناك عدد من المتعثرين، وهناك أيضا الآن يعني إذا ممكن يروح قانون الدفاع ممكن في شركات تحكي للموظفين روحوا، وبالتالي يصير في الآن الآلاف يعني لا يعودون إلى عملهم. كيف يعني ما الذي يمكن تغطية هذا الموضوع قانونيا؟ الموضوع المالي، التعثر المالي ملوش علاقة بأوامر الدفاع نهائيا. أوامر الدفاع إجت متأخرة بما يتعلق بالمتعثرين، القرار الصادر عن المتعثرين بإرجاء تنفيذ الأحكام بالسجن ناشئ عن قرارات قضائية. ناشئ عن قرارات قضائية بسبب وباء الكورونا.
وما بدهم يحشروا الناس. وهذا يطبق ايضا، يعطي حق لوزير الصحه ان يصدر التعليمات لهذا الشان حفاظا. ولذلك لا تقول لي موضوع التعثر المالي، لان التعثر المالي ما لهش علاقه باوامر الدفاع. ثانيا، هل تعلم نعم، ان لجنه الاوبئه لم تستشر هذه الطامه الكبرى، ان لجنه الاوبئه لم يتم استشارتها فيما يتعلق في المهرجانات التي عقدت. وانت والثاني هذه يعتبر مخالفه، وطلع بمسؤول بيقول، قالوا له انت لجنه الاوبئه، ما قال ما هي لجنه الاوبئه، يعني توصياتها غير ملزمه لي. يعني تحدي سافر في هذه المساله. هذه حكومه اللي تستقوي على الشعب وتهدد الشعب بحياته ومستقبله في غاية الخطورة، لأنها مش معبر حدا بعينها إنها تتمارس مهرجانات. وين مجلس السياسات؟ وين مجلس الأمن القومي؟ هذا أمر أقول لك، المواطن الأردني اليوم في قلق شديد وألم شديد وحصرة شديدة. طب شرع الله يا جماعة، خافوا الله، دين تقوى، يعني تقوى شرع الله، هذه مخالفة شرعية، لا يدخل تحت باب الحرية الشخصية ولا غير حرية شخصية. مش معقول تعمل حفلة تذكرتها 300 دينار والناس جعانة مش لاقي تأكل. مش معقول أن يكون دعم مهرجان جرش يتجاوز المليون. أنتوا اللي رحتوا دعمتوا مهرجان العقبة من رؤوس الأموال الكبيرة، أو مهرجان جرش أو أي مهرجان يعقد، ليش ما دعمتوا الأسر الفقيرة؟ همة وطن، ليش ما دعمتوه؟ ليش ما دعمتوا صندوق الفقير؟ ليش ما دعمتوا الأسر الفقيرة؟ ليش ما دعمتوا الناس الجائعة مش لاقي تأكل، اللي مش لاقي تأكل لقمة الخبز؟ ليش ما دعمتوا الناس اللي في المستشفيات مرمى يا مش لاقي علاج، بدل ما تدعموا ما يسمى بالغناء وما غناء؟ نحن لسنا ضد الفن الراشد الحكيم، بيستخدم الوطن، بذكر أبناء الشهداء، بذكر معركة الكرامة، بذكر البطولات اللي نقدمها، بذكر الفن الراقي الهادف الذي يدخل البيوت بهدوء. أما ما شاهدناه أو ما شاهد المواطن بالطريقة اللي تمت في العقبة امبارح، تقشعرها الأبدان. وأيضا يعني بدي أسأل سؤال، مدير مهرجان جرش ليش أكلوه؟ ما دام أنتوا في خلل عندكم، وما دام تكذبوا على الناس وبتقولوا والله احنا راعينا التطعيم، بتحدى تحدي واضح للحكومة كلها ووزارة الثقافة على رأسها، وجاتنا وزيرة ما شاء الله، يعني بتحداهم إذا في تطعيم، بتحداهم إذا كان في تباعد. وما نشر عبر المواقع والفيديوهات اللي نشرت غير مقبولة يا سيدي. لا تتفق حتى مع المروءة ولا مع الشهامة. احنا شعبنا الأردن شعب طيب، أرواح شهداء في قضية مصيرية. نعم، حرام عليكم، اتقوا الله في هذا الشعب الطيب، نعطاء كريم، مش لاقي يأكل، مش لاقي لقمة الخبز، قاعدين تصرف الملايين وتبذروا من مصلحة من؟ وين الموازنة الموجودة في خزانة الدولة؟ هل تعلم أن صرف أي مبلغ دون موجودة في قانون الموازنة يعتبر جريمة ويحال إلى محاكمة الوزراء؟ بموجب القانون محاكمة الوزراء والمحاكم يعتبر جريمة. نعم، أن تصرف مبالغ دون أن تكون لها رصيد. ومين هذه الجهات؟ ليش ما تعطوا الفن الأردني لنقابة الفنانين الأردنيين وتعطوها القوة؟ لماذا تعزز المواقف لشخصياتنا ورموزنا الوطنية؟ نعم، مش يجينا راكب على بغلة ولا راكب على كذا ويدخل على الجمهور ويهين الجمهور. لكن بيني وبينك يا استاذ حاتم، نعم، اسمح لي ان اقول، عتبي على الجمهور. والله لو لم يكن هناك جمهور لما كان هناك حفله تقرب. لو الجمهور الاردني، مع الاحترام لمن شارك، لو قاطع هذه الاحتفال لكان لنا خير. اما المسجد ممنوع. المسجد خدم المسجد ممنوع. اغلاق المصاحف وجلسوها حرام. يحطوا كاميرات داخل المساجد مسموح. تهديد المصلين والمبالغ، انا وجهت سؤال للحكومه، اديت المبالغ اللي انتم قبضتوها من المواطنين، ارعبوا المواطنين وفوتوا على كوه يا حرام بخالفوه. نعم، فايت علي انا، شو ذنبي هذا فايت؟ انا دخلت والكمامه على وجهي وكذا، دخلت وهذاك خالف، انت كيف تخالفني وبتفرض علي مبالغ؟
هل تعلم أن هناك مصانع وشركات أغلقت؟ هل تعلم أن شركات مئات الشركات قد أغلقت؟ نعم. أنت بدل ما تشجع وتؤيد القطاع الاقتصادي، هل تعلم ولا ما في؟ هل تعلم أن لا غرف التجارة ولا غرف الصناعة تم استشارتها في هذا الموضوع؟ كيف تأخذ القرار مثلا؟ هل تعلم العواقب الوخيمة التي تترتب على إغلاق مصانعنا وشركاتنا، وأن المطعم الشعبي الموجود في وسط البلد اللي على قوت يومه إذا أغلقته إنه ستجم البصر، تقتاد من ذلك؟ نعم. أنت والله كثر خيرك ونبض تعيش نبض الشارع وعمو الوطن، والله كفر، والله ظلم. والله والمجلس اليوم النواب معطل، معطل وأجلوا ل 15 داش، وهذا أمر يعني ترك وصول ويجوله أوامر الدفاع. هذه أوامر الدفاع أصبحت غير دستورية، أو يجب وقف العمل بقانون الدفاع، لأنه هذا خروج عن الإصلاح السياسي وخروج عن مقتضيات المتطلبات العمل العام وتغول على السلطات الثلاث. هل تعلم أنه يتدخل بالقضايا وبتشريع بالقضايا العمالية؟ هل تعلم أنه تدخل بالقضاء وأوقف قضايا وهذا يتعارض مع قانون الدفاع؟ أقول لك حتى قانون الدفاع لم يصدر، وأنا أول مرة واحد بحكي في هذا الكلام. أنا لم يمر علي في دورتي اللي قرروا فيها وجود قانون دفاع، وأنه قانون دفاع اللي تطلب أن يكون هناك مبدأ قانون، قال يصدر قانون دفاع. أنا بعهدي في المجلس 18 و19 صدر قانون. ليش ما صدرت قانون؟ كان إحنا راقبناه وأشرفنا عليه. لا تقولوا لي في قانون قديم، لأن القانون القديم ما لهش علاقة. يصدر قانون دفاع وتصدر أوامر دفاع، والأمر الدفاع أخي حاتم نعم. مين اللي بيصدره ويقرره؟ هو رئيس الوزراء وحده، لا حكومة ولا غير حكومة، ويتخذ القرارات ولقوها حجة. هذه حجة مشان يمرروا كل الاتفاقيات، هذه حجة. أقول لك أنت ذكرت أنه بتعلق بالذمم المالية وبتعلق. طيب افترض تكلمنا جدلا مع هذا الموضوع، بس مضره أخطر. هذا بيعتدي على الحريات، نعم. بيعتدي على حقوق المواطنين، يتخذ قرارات ويوقف الشخص. والله لو استمعت حالات إنسانية راجعني فيها ناس إنه يوقف ويغرم ويحال المحكمة، وممكن جلبه عن طريق الشرطة مجرد إنه مخالفة، يعني حتى وهو وضع الكمامة بطريقة يوقف سائق سيارة. هذا أمر ما عرفناه هذا في هذا الزمن. إذا حكومة مش قادرة أن تحترم مواطنها، تحفظ له كرامته وتحفظ له هيئته، معناته بعدين الأردنيين أمام قانون السواء لا تمييز بينهم بالحقوق ولا بالجبهة، تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين، أي اعتداء نص الدستور بالمادة، أي اعتداء على الحريات العامة والحقوق الخاصة للمواطنين جريمة يعاقب عليها القانون. هذه كلها من حق بمجمد 17 من حق الأردني مخاطبة السلطات العامة في الهم العام والهم الخاص. طب احنا خطبناكم في الهم العام والهم الخاص ومش راضين ولا متقبلين ولا انتم سامعين اي قرار. نعم، وهذا حكومات وبتشكلوا كذا وبتعملوا تعديلات. وهذا هو السؤال، انه لماذا لا تستجيب؟ مخلين اموال باهظه وبتركبوهم والمواطن مش لاقي ياكل، حرام عليكم. نعم. نعم، الأستاذ صالح العرموطي رئيس كتلة الإصلاح النيابية، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك وبالمواطنين جميعا، وكان الله في عون الجميع. آمين آمين، حياك الله أبو عماد.